نحن الآن في أحد المخيمات غربي مدينة أريحة بريف إدلب، حيث استهدف المخيم بثلاثة صواريخ تحمل رؤوس عنقودية مصدرها ميليشيا أسد الطائفية المتمركزة في قرية أبو دالي جنوب شرق إدلب. كما نرى الآن في عدسة الكاميرا هنا مكان سقوط إحدى القنابل العنقودية بين الخيام، والذي أدى القصف إلى سقوط عدد من الإصابات بين صفوف النازحين منهم أطفال ونساء. كنا باركين فجأة وما هجسنا الا الضربة، ما بنعرف ضرب شو، ضررت خيمنا وبيوتنا وصار عندنا جرحى كثير واصابات كثير، اولاد صغار واطفال وعجزة. احنا مخيم باركين وخيمنا كلها تطلع صورة كلها تضررت، ما ضل عندنا شيء صار. ضرب عنقودي وضربتنا وصار جرحى، في جرحى كثير واصابة جرحى كثير يعني. ايوه اجانا من بعيد يعني، ضربت المخيم يعني كافه المخيم ضربت، ما ظل في حدا طاول ابدا، وفي اضرار يعني في اضرار متضرره.